مشاهدين قناه الصحه والجمال في حلقه جديده من حلقات برنامجكم طبيب مصر اسبوع بعد اسبوع وحلقه بعد حلقه بنكون سعداء جدا بالرسائل والشهادات اللي بتجيلنا في حق البرنامج وفي حق محتوى البرنامج والاطباء اللي بنكون مستضيفينهم في البرنامج قد ايه الانسان لما بيكون عنده محتوى مهم وبيهمه ان هو يستضيف اكفأ الاطباء في كل التخصصات علشان يقدم معلومات مفيدة صحتنا لصحتنا جميعا لان الصحة نعمة الابتسامة سر جمال وش الانسان في ابتسامته وجمال اسنانه يشرفنا ويسعدنا النهاردة أن يكون معنا دكتور مينا واجدي أخصائي جراحة وتجميل الأسنان زميل كلية الجراحين الملكية بلندن لطب الأسنان عشان نتكلم على تجميل الأسنان ونعرف كل ما هو جديد في جراحات الاسنان اهلا وسهلا أهلاً بحضرتك, بحضرتك, يا دكتور اهلا بحضرتك شرفت ونورت برنامج بحب اشكر حضرتك طبعا على استضافتك ليا وبشكر كل القائمين على البرنامج ويا رب دايما في توفيق ونجاح ان شاء الله <applause> نورت مدينه الانتاج الاعلامي كلها يا ربنا دكتور يخليك يعني ايه تجميل اسنان تجميل الاسنان هو بند كبير جدا واسع جدا في طب الاسنان يندرج <applause> يعني تحته اقسام كتير جدا زي تقويم الاسنان زي الهوليود سمايل الثابته والمتحركه زي الحشوات التجميليه زي تبييض الأسنان كل ده يندرج تحت تجميل الأسنان طبعا احنا بنحدد على أساس الخطة العلاجية لكل مريض يعني مش كله زي بعضه على حسب ما الحالة تتطلب على حسب ما احنا بنحدد الخطة العلاجية أو بلان بتاعتنا بس تمام شايف حضرتك ان انا ابدا تجميل الاسنان في الفتره من وانا طفل صغير ولا انتظر لسن معين علشان اقدر ان انا اعمل كل حاجه في سنين او في الفك او في في اللثه نفسها طبعا احنا بنراقب الاسنان من اول سيدوستيس او الاسنان اللبنيه هل في عدم انتظام عدم تناسق في الاسنان بيبان كل حاجه في الاشعاعات البانوراما الاكس راي فطبعا لو احنا لحقنا الموضوع من بدايته بيبقى أبسط ومور كونزف إن احنا بيبقى الموضوع مفهوش تدمير أو برد للأسنان تمام احنا دايما كطب أسنان أول حاجة بتبقى عندنا هي الكونزادزم مفهوم الحفاظ على الأسنان دايما بيخلي الأولوية للحفاظ على الأسنان الطبيعية فطبعا لو احنا لجأنا إن احنا نهتم بالأسنان من واحنا صغيرين يعني مثلا كان في أسنان كراودينج أو تزاحم بين الأسنان من طفل صغير 10-11 سنة بنبدأ ندخل في إجراء التقويم طبعا لكن لما بنسيب الموضوع بيتطور شوية بيبقى الموضوع بندخل لعلاجات تانية أو حاجات تانية بما اننا اتكلمنا عن الاسنان اللبنيه واتكلمنا عن الاطفال قبل ما نتكلم عن التجميل, التجميل اللي هو موضوع حلقتنا النهارده عايزه اسال حضرتك في اطفال كتير السنه بتقع منهم بتقعد فتره طويله قوي وما بتطلعش مزبوط. وبيروح لدكتور وبيحاول نقول ان احنا نعمل جراحه او نفتح او او حاجه في الاسنان علشان نشق لها مكان تطلع منه فالدكتور بيدي وقت معين راي حضرتك ان احنا نبدا نعمل جراحي ولا ننتظر مم. فتره قد ايه تقريبا بصحي. احنا في البدايه بيجي لي المريض يعني بنقابلنا الموضوع ده كتير جدا يجي لي الاب او الام معاه ابنه او بنته يقول لي يا دكتور درسه وجعه جدا من فضلك شيله طبعا هو في اعتقاده ان انا السنه دي هتتشال فبالتالي الدايمه هتطلع وراها على طول طبعا ده اعتقاد خاطئ ليه لان احنا كل سنه ليها سن للتبديل يعني الانتيريورز اللي قدام دول بيبداوا من خمسة ونص 6 لحد معاك لحد 7 <applause> اللي فوق نفس القصه من ونص لحد 8 وكل درس وسنه ليها سن للتبديل لو انا خلعت او شلت سنة بدري عن اوانا فبالتالي الدايم انت يعني اصلا عليه بالظبط ما طلعش ان هو يبان اصلا دي او, أو يفرق في من مشكله في مشكله ثانيه بتقابلنا في القصه دي ان بيحصل حاجه اسمها درفتنج ايه درفتنج انا خلعت مثلا درس دلوقتي درس <applause> لبني <applause> مثلا عند سن خمس سنين الدرس ده المفروض بيتبدل عند 9 عشر سنين طيب الفترة دي الأربع سنين دول بيحصل دريفتنج السنة اللي قبل واللي بعد المكان الفاضي بيبدأوا يلموا أو يضموا على المكان الفاضي مم. يجي الدرس الدايم لما يطلع وقت أوانه عند تسع عشر سنين ما يلاقيش مكانه فبالتالي بيطلع في أضعف نقطة في العظم بوينت فبيطلع يا إما ناحية اللسان أو ناحية الخد فبالتالي ساعتها بندخل برضو باجراء تقويم ان احنا نرجع الوضع الطبيعي للاسنان فدايما دي نقول دي مشكله كبيره جدا يا طبعًا. دكتور لان معنى كده ان مساحه مكان السنة نفسها الاساسيه بيروح بيضيق بالظبط مظبوط فاحنا دايما بننصح عدم خلع الاسنان اللبنية حتى اوانها م -م. يعني تتعالج <applause> احنا ما بنخلعش غير لو هي كانت بدلي ديستراكتد خلاص هي ما فيش منها امل التسويس دمرها بالكامل ففي الحاله دي احنا ساعتها بنشيلها ما بيبقاش قدامنا اي حل تاني طب انا عندي دلوقتي حاجه في العيله <applause> نفس ابن اخويا عنده ست سنين في اولى ابتدائي وخلع السنتين اللي قدام عادي بدلهم عادي هم وقعوا لوحدهم ست سنين اه ست سنين تمام. في اولى ابتدائي ف بقالها فترة طويلة قوي ما طلعتش يعني دي اوانها بيطلع عند سبعة ونص تمن سنين يعني هيقعد سنة ونص من غير السنتين الاولانيين ممكن ممكن لأني... بيتعمل حاجة اسمها سبوندنشر لان طبعا عشان ما نعرضش الطفل للتنمر او نفسيته تبقى تعبانة او اي حاجة بنعمل حاجة اسمها سبوندنشر ايه سبوندنشر ده؟ حاجة زي تركيبة مؤقتة الطفل يبقى ماشي باسنان زيه زي وزي اولاد اللي حواليه لحد بس سن التبديل عند سبعة ونص تمن سنين تمام والموضوع ده بيقابلنا كتير وبعد كده بنشيلها وبتطلع الاسنان في, في الوقت الطبيعي بتاعها، لو ما حصلش ساعتها ان الاسنان طلعت عند سن سبعه ونص او ثمان سنين، في الحاله دي بندخل بقى تدخل جراحي ان احنا بنفتح في اللثه وبنسحب الاسنان. وكمان اعتقد اللي حضرتك بتقول عليه ده هيحافظ على المساحه بتاعة السنتين بالزبط. نفسهم بالزبط. علشان لو اللي جنبها طلع ما ياخدش من المساحه بتاعتها. مظبوط طب بما اننا اتكلمنا على التركيبات عايزه حضرتك تشرح لنا ايه الفرق ما بين التركيبات الثابته والمتحركه طيب احنا مفهوم الهوليود سمايل ايه الهوليود سمايل هي اسنان متناسقه شكلها جميل لونها متناسق مش بس ابيض لان ده مفهوم برضو خاطئ عند ال... عند الناس ان انا عايز اسناني بيضه لا الاسنان لازم تبقى متناسقه مع لون العينين مع لون البشره مع لون اللثه مع الشفايف كل دي هي منظومه هو ديزاين بيتعمل بالكامل طيب لما بنيجي نقسم التركيبات احنا عندنا الهولي سمايل نوعين تركيبات ثابته وتركيبات متحركه. طب ايه التركيبات المتحركه؟ التركيبات المتحركه هي حاجه بنسميها في مجالنا اسمها سناب اون بيتاخد مقاس للفك العلوي والسفلي وبنبدا بناخد المقاس بيروح للمعمل، المعمل تاني يوم على طول بيعملها بيبقى امن جدا للبيشنت ما بيحصلش اي برد او حفر للاسنان، الموضوع بيبقى بسيط جدا وسريع جدا بدون الم بدون حقنه بين بدون اي حاجه تمام؟ آه بس عيبه ان هو بيبقى سوفت آه شويه ما بيبقاش هارد زي التركيبات الثابته طبعا فما بيتمش آه موضوع الماستيكيشن فورسز او المضغ ما بيبقاش قوي طبعا عليه دي في حاله التركيبات المتحركه طب التركيبات الثابته بتنشق لنصفين اول حاجه هي القشور التجميليه او الخزفيه اللي هي الفينيرز بنسميها الفينيرز دي بيتم برد سطح خارجي بس للسن بمقدار نص ملي برد خفيف جدا وبناخد المقاس وبيروح المعمل خلال يومين او ثلاثة بتتعمل في انواع طبعا منها كتير بورسلين وايماكس وزركونيوم في انواع كتير طبعا منها بتبقى متانتها اقوى من السناب اون اللي هي متحركة طبعا بتبقى شكل جمالي دي بنستعملها امتى لو حد عنده مثلا اصفرار في الاسنان ما راحش بالتبييض لو حد عنده حشوات لو حد عنده كان جابس مسافات بين الاسنان رافض فكرة التقويم قال انا كبرت انا مش عايز اعمل تقويم في الحالات دي بنعمل فينيرز طيب في الشق الثاني في التركيبات الثابته هي البريدجز او التيجان اللي هي ايه في بعض الاحيان بيبقى في ناس عندهم حشوات كبيره قوي في الاسنان <applause> احنا زي ما قلت لحضرتك في الاول ان احنا اول حاجه بنفكر فيها ان احنا نبقى كونزرفاتيف يعني ما نبردش في الاسنان بس في الحاله دي انت السنه فيها حشو كبير قوي فوارد انها تتكسر فبالتالي بنفضل ان احنا نغطيها فول كفرج يعني بنغطيها بكراون كامل او طربوش كامل للسنه تمام. بشكل تجميلي برده بنفس لون الفينير تمام وبالتالي بيدي نفس درجه الشفافيه والنقاء اللي احنا بنبقى عايزينه في ابتسامتنا امتى نلجا للتركيبات الثابته وامتى نلجأ للتركيبات جميل. المتحركه انا بيجي لي مريض دلوقتي قال لي انا خالع درس تمام يا دكتور عايز اعوضه طيب حضرتك زي ما بقول لحضرتك دايما احنا بنفضل نبقى كونزرفتف هعيد وازيد فيها <applause> طبعا اكيد آه طيب ايه الاوبشنز يا دكتور اول اوبشن عندي عشان ما اضرش الاسنان المجاوره هي الزراعه الامبلانت <applause> تمام طيب الامبلانت ايه ايه شروطها بعمل اشعه مقطعيه الاشعه المقطعيه دي بتبين لي كثافه العظم لو انا هزرع تحت بتبين لي عصب الفك الرئيسي بعيد قد ايه عن الزرع لو هزرع في الفك العلوي بتبين لي الجيب الانفي بعيد قد ايه كل دي شروط للزراعه طيب انا على افتراض ان الزراعه مش هتناسب المريض لسبب او لاخر الجيب الانفي قريب منه عنده تاكل في العظم جامد عنده امراض مزمنه يبقى هنلجا للخيار الثاني اللي هو هنلجا ساعتها للبريدجز او التركيبات الثابته زي ما بقول لحضرتك فايه التركيبات الثابته انا زي ما بقول لحضرتك هو خالع درسو طيب انا عايز اعمل كوبري عشان اعرف اكل ويبقى شكلي جميل في الحالة دي بنتم برد الدرس اللي قبل الخلع واللي بعد الخلع وبنعمل كوبري او جسر أو عشان بريج نعمل مسافة بالظبط عشان نعمل نقفل الجاب اللي كان موجود بشكل تجميلي بشكل جميل وفي نفس الوقت يقدر يستعمله استعمال ماستيكيشن ياكل عليه وبيتم البرد بمقدار ملي لملي ونص عشان ياخد الشكل الطبيعي للسنة بعد كده. التقنيات الحديثة التقنيات الحديثة في كل تخصص من تخصصات الطب وتقريبا في كل مجالات حياتنا. كلمني حضرتك عن التقنيات الحديثة والأجهزة الحديثة اللي حضرتك بتستخدمها في العيادة سواء كان للتجميل أو للتركيبات. تمام. لما بيجي المريض زمان كنا بياخد المقاس ملوش أي علاقة بالفيس ولا أي حاجة بياخد بس علاقته بالأسنان فقط. طبعا ده خطأ شائع ويمكن الثورة التكنولوجية اللي احنا فيها النهاردة طورت الدنيا جدا وسهلت على المريض وعلى الدكتور طبعا يا دكتور عايزة اقول لحضرتك ان في ناس بتخجل انها تضحك مع ان ضحكتهم حلوه بسبب الاسنان ان مزبوط. فيها بعض العيوب مظبوط فاحنا بنعمل ايه؟ النهارده آه في ابلكيشن اسمه ديجيتال سمايل ديزاين ايه ديجيتال سمايل ديزاين؟ دي اس دي بنبدا نصور الفيس بتاع المريض تمام؟ من من حيث الواجهه من حيث العينين الشفايف الجمز ابتسامته الخط الابتسامه نفسه السمايل لاين تمام؟ وبنبدا ناخد المقاسات بتاعتنا وبنبعتها المعمل، ايه اللي بيحصل في المعمل؟ بنعمل سكاننج للمقاس ده وبنركبه على وش المريض من قبل ما نعمل اي حاجه. وبالتالي بن بن بنحدد له احسن ابتسامه وافضل ابتسامه تناسب اللثه بتاعته، تناسب الضحكه بتاعته، تناسب لون بشرته. درجة اللون اللي هتبقى مناسبة معاه مش اللي هو يختارها برضو احنا بنشرح له كل حاجة وهو بيختار في الآخر <applause> فبالتالي طبعا السمايل ديزاين فرق كتير جدا يعني على سبيل المثال بيجي لي عيان احيانا يقول انا عندي الضحكه سوية لما باجي اضحك اللسه بتبقى باينه من فوق لو انا ركزت في الاسنان فقط طبعا ده غلط <applause> لان انت ممكن تعمله اسنان هايله جدا بس إن هو عنده جامي سمايل اللسه بتضحك أو اللسه باينة جدا فشكلها مش حلو في الحالة دي بندخل بتدخل جراحي بنبدأ نقص اللسة تمام وبنبدا عن نطور طريقي. يعني عن طريق ايه؟ يعني كلمنا حضرتك على الاجهزه، تمام. كل جهاز بتقدر حضرتك النهاردة... تستخدمه في العياده. النهارده زمان كان تدخل بيبقى جراحي بالسكالبل والمشرط والكلام ده كله، النهارده طبعا الليزر طور دنيا جدا يعني الليزر في خلال 10 دقائق انت ممكن تلص... تقص تقص اللثه وخلص ما الموضوع. ما هو ده اللي انا عايزه حضرتك تجاوبني <applause> عليه لان مجرد ما بنقول هنقص اللثه <applause> <في> الجمله <تصفيق> نفسها <applause> بتخض لكن لما نطمن المرضى او نطمن البيشنتس حضرتك ونقول لهم الموضوع سهل خالص سهل وما فيش طبعا بلد ولا حاجه زي ما كان بيحصل قبل كده فحضرتك تقدر تشرح لنا التقنيه الليزر من اهم اهم مميزاته أنه هو بينلس تماما ما فيهوش اي الم نو بليدنج زيرو بليدنج يعني حضرتك زي ما بتدخلي زي ما بتخرجي ما فيش اي بليدنج الموضوع بيبقى بسيط جدا مريح جدا اسرع كتير جدا من ناحيه الوقت فبالتالي بيدين نتيجه هايله جدا تمام وبيسهل عليا المشوار بتاع التركيبات بس. بما اننا بنتكلم عن الالم حقنه البنج والتخدير فوبيا هي اصلا دكتور الاسنان معرض ان تقريبا 99% من الناس عندهم فوبيا من دكتور الاسنان التخدير دلوقتي في حاجه جديده مستحدثه وتقنيه حديثه للتخدير بتخلي ما يبقاش فيها زي زمان الم او وجع او الكلام اللي احنا كنا بنشوفه حاليا حاليا احنا بنعتمد على تكنيك بنمشي بيه يعني ايه؟ يعني انا لو اديت الانفلتريشن او حقنه البنج عامه بطريقه غلط بالتالي هتوجع. طيب عشان نقلل الوجع احنا بنستخدم حاجه اسمها توبيكال انستيزيا يعني بنج موضعي تمام قبل ما بندي البنج وفي نفس الوقت بندي بالتكنيك الصح فبالتالي المريض ما بيحسش تماما بالحقن. بلس انا دلوقتي لما بيجي لي مريض سي مثلا هيعمل حشو العصب تمام؟ زمان كان موضوع حشو العصب ده كان مرعب. كان البيشنت يسمع حشو عصب يتجنن يقول انا عايز اخلع انا عايز لان الجلسات كانت بتبقى كتير جدا على فترات بعيده يعني انا ممكن اخد في السيشن الواحده ساعه وساعه وي النهارده مع الاجهزه بتاعتنا يعني عشان حضرتك سألتي في الاول احنا عندنا اجهزه زي الايبكس لوكيتور بيحدد طول الجدر وحضرتك قاعده من غير اكس من غير اي حاجه عندنا جهاز اسمه اندوميد بينظف قنوات العصب تماما ماشي في خلال عشر دقائق عندنا الليزر بيطهر قنوات العصب في خلال خمس دقائق الموضوع كله ممكن يخلص السيشن كلها تلت ساعه ربع مم. ساعه تلت ساعه فانت بتتكلمي من حوالي خمس جلسات بخمس ساعات لربع ساعه او تلت ساعه طبعا فرق شاسع وصورة التكنولوجية فرقت تماما مع المريض ومع الدكتور اكيد طبعا ولسه مستمرين مع دكتور مينا وجدي وكل ما يخص الاسنان نطلع فاصل ونرجع لكم تاني مشاهدينا الكرام <applause> وده عشان نقول، ده اسمه دكتور احمد مختار اورثوبييريك كونسلتنت، هنتكلم النهارده عن الكسور. أي كسر يا جماعة عشان يلحم محتاج إيه؟ محتاج ريدكشن يعني الكسر لو العضمتين بعيد عن بعض يحصل له رد، وفيكسيشن أو إنه يتثبت عشان ندي فرصة للدورة الدموية اللي بتوصل للعظم إنها تعمل كالس أو النيو بون فورميشن أو البون أو العظم اللي بيتكون جديد انه يتكون ومنتهى <applause> البساطه نقدر نحكم على اي كاس هل ده محتاج عمليه ولا لا يمشي بجبس كبيره او لا بتختلف من سن لسن من مريض لمريض فور اكزامبل شريحه زي دي عشان نقول للعيان انت محتاج تركبه انا لازم اشوف العيان وافحصه وابقى متاكد ان الكسر فعلا متحرك ومحتاج يثبت بالنوع ده من الشرايح اللي بياخد نوع معين من المسامير مثلا دي للعيانين اللي عندهم هشاشه لان المسمار هنا بيلاق او بيقفل في الشريحه نفسها عشان لو فيها شاشه المسمار ما يطلعش من العظم. بالمناسبة دي نفس نوعيه الشرايح اللي كنا بنستخدمها في انجلترا، شركه ثانيه لكن نفس الفكره اللي هي الشرايح شريحه ثانيه اهي اسمها نارو دي سي بي تستخدم في حالات معينه لازم نشوف العيان نبقى متاكدين من سنه وحجم العظم بتاعته عشان نبقى عارفين انهي شريحه واحسن شريحه بتتكلم تركب فيه وتبقوا متاكدين ان الدكتور اللي انتوا رايحين له عمل القصه دي كتير درس كويس وعنده كواليفيكيشن كويسه دمتم بصحه وعافيه وربنا يبعد عنكم كل الحوادث معاكم الدكتور احمد مختار اهلا وسهلا معاكم دكتور احمد مختار استشاري جراحه العظام مدرس بكليه الطب ووحدة اصابات الملاعب الرباط الصليبي او الانتيريور كروشيت ليجمنت هو المسؤول انه يحافظ على القصبه والفخذ من انهم هم يتحركوا بزياده كومن جدا ان احنا بنشوف في الشباب اللي بيحصل لهم اصابات اثناء ممارسه الرياضه ان يحصل قطع في الرباط الصليبي وبالتالي ركبته بتورم جدا وبيقدرش يكمل الماتش اللي كان بيلعبه واي حد متابع رياضه عارف ان الاي سي او الرباط الصليبي ده من أكثر الاصابات الشائعه بين لعيبه الكوره طيب علاج قطع الرباط الصليبي ايه مهم جدا انك تشوف العيان لان قطع الرباط الصليبي في عيان عنده 55 سنه غير قطع الرباط الصليبي في عيان عنده 25 سنه وبيلعب كوره لما انت بتشوف العيان وبتفحصه لازم تفحص هل فعلا القصبه ما بقتش ماسكه في مكانها ولا لا لو انت حسيتها كويس من قبل ما تطلب الرنين انت بتبقى عارف ان هو عنده قطع في الرباط الصليبي وبعد ما بنطلب الام ار اي خلاص الموضوع بعد دوكيومنتد ان هو عنده اي سي ال تير وسنه صغير واكتف وبيروح وبيجي يحتاج عملية ACL Reconstruction أو إعادة إنشاء للرباط الصليبي الأمامي الموضوع الجرح فيه ما بيتعداش 2 إنش أو 2 بوصة بناخد رقعة جرافت من التندنز أو من الأوتار وبنعمل لها Reconstruction أو إعادة إنشاء بحيث تبقى شكلها نفس شكل الرباط الصليبي الامامي وبالمنظار الجراحي بفتحات لا تتعدى سنتي بندخل الكاميرا من فتحه وبندخل ادواتنا من الفتحه الثانيه نقدر نشوف مكان الرباط الصليبي الاساسي ونوصل الرقعه اللي احنا عملناها ونثبته بكذا طريقه ونتاكد ان كل حاجه رجعت تمام في مكانها يبقى كده كله تمام العيان ما بيحسش بالم جامد قوي في عمليات المناظير فعلا اي حد عمل عمليات مناظير عارف ان الالم ما بيبقاش هو المشكله الفكره ان محتاجه عيان موتيفيتد وعارف انه هيقعد فتره يعمل علاج طبيعي وتقويات وتاهيل لحد ما يرجع لحياته الطبيعيه ان شاء الله ومن العمليات اللي فعلا عيان فيها بعد فتره تتراوح من 6 ل 9 شهور او سنه حتى لو العين اتاخر شويه بيوصل لانه بقى طبيعي تماما ودمتم بصحه وعافيه وحافظوا على نفسكم معايا بعد الفاصل ولسه مستمرين في عن الاسنان وتجميلها مع دكتور مينا وجدي اخصائي جراحه وتجميل الاسنان زميل كليه الجراحين الملكيه بلندن اهلا وسهلا بحضرتك, بحضرتك مره ثانيه يا دكتور قبل الفاصل كنا بنتكلم عن العصب وحشو العصب عايزه اتكلم عن طرق حشو العصب وامتى الجا للخلع تمام زي ما قلت لحضرتك احنا بنحاول نحافظ على الاسنان باكبر قدر ممكن انا لما بيجي لي مريض يقول لي انا درسي ما بينيمنيش يا دكتور مم. تمام انا بيصحيني من نومي النوم اصعب دكتور. وجع اصعب وجع مم. طيب ده سببه ايه هو الدرس بدا بتسويسه بسيطه جدا طبعاً. تمام التسويسه دي اتثابت وما اتلحقتش بدا يحصل التسويس ده irreversible يعني لا رجعت فيه بمجرد ما تكون ما بيرجعش بيبدا يكبر 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 لحد ما بيوصل لطبقه العصب هو بيبقى فيه ثلاث طبقات للدرس او السنه طبقه المينا طبقه العاج وبعد كده العصب اول ما بيوصل العصب بيحصل تهابات لان التسويس ده بيبقى عباره عن, عن احماض حمض فطبعا العصب بيهيج فبيبدا وجعه يزيد جدا فالحل ايه بنبدا ننظف التسويس ده كله تمام بعد كده بنركب حاجه اسمها رابر دام تمام بنعزل الدرس او السنه دي عن باقي الاسنان عشان اللعاب او اي حاجه وبعد كده بنبدا ننظف قنوات العصب <applause> وبعد ما بننظف قنوات العصب بنعمل حاجه اسمها ايريجيشن بنغسل قنوات العصب دي بماده اسمها صوديوم هايبوكلورايد تمام بنغسلها كويس جدا وبعد كده بنحط ماده شمعيه اسمها جاتا بيركا حشو العصب وبعد كده بنبدا نحشي الحشو خارجي وخلص الموضوع طيب امتى بلجا لخلع الاسنان احنا ما بنفضلش خالص نخلع الاسنان بس في بعض الحالات بنضطر ليها ان احنا نخلع زي التسويس لو زاد بقدر كبير قوي هيبدا ياكل حاجه يعمل حاجه اسمها روت كيرز ايه كارز ده تسوس في الجدر تمام لو التسوس وصل للجدر في الحاله دي انا بضطر اخلع لو التسوس كان بين الجدرين تمام يعني الدرس احيانا بيبقى بجدرين وبتلاته لو فصل بين الجدرين في الحاله دي انا بخلع امتى بخلع تاني لو دروس عقل مدفونه في الحاله دي بضطر ان انا اخلع فلكن دايما بنخلي اخر اوبشن عندنا هو اوبشن الخلع تمام طيب أه في عمليات جراحيه بنلجا ليها سواء كان تركيبات او غيره مع الاطفال والاسنان اللبنيه في بعض الحالات زي ما حضرتك اتكلمنا في الاول خالص لو الاسنان ما طلعتش لفتره طويله في الحاله دي بنبدا نفتح في اللثه في بعض الاسنان برضو احيانا بيحصل لها حاجه اسمها مال بوزيشننج ما بتبقاش واخده الوضع الصح وبتبقى مدفونه جوه في الحاله دي بنضطر ان احنا نفتح وبنعمل حاجه اسمها اورثودونتيك اكستروجن اللي هو ايه ده معناه ان احنا بنركب تقويم وبنلاقي الموضوع ده كبير قوي في الناب الانياب اللي فوق دايما بنلاقيها مدفونه وبنسحبها عن طريق التقويم في بعض الحالات بنلجا للموضوع ده، لكن ما بيبقاش برده بالشكل الكبير قوي يعني. قبل ما نتكلم بقى على امراض الاسنان نفسها زي هشاشه الاسنان، عايزه تمام. اتكلم عن ايه الاسباب اصلا اللي بتؤدي للتسوس؟ تمام وازاي نحافظ ان احنا ما نصابش بالتسوس؟ سؤال جميل جدا. التسوس بيتكون بسبب ثلاث عوامل. مهم. اول عامل هو اسمه بكتيريا اسمها ستريبتوكوكاس ميوتانت هي بكتيريا اسمها كده ستريبتوكوكاس ميوتانت طيب تاني عامل عندنا اسمها تو سسبتيبلتي ايه تو قابليه السنه للتسوس يعني ايه قابليه السنه للتسوس في بعض الاسنان عند الناس بتبقى ناقصه معادن هي معادن السنه بتتكون من ايه؟ من كالسيوم وماده الفوسفيت وبتعمل حاجه اسمها هيدروكسي اباتايت عندنا كده مفهوم المهم الكالسيوم والفوسفيت لو المعادن دي مش موجوده او مش متوفره بكميه وفيره في الحاله دي بيبقى السن عندها قابليه للتسويس يعني طبقه المينا اللي فيها ما بتبقاش بالقوه ان هي تقاوم التسويس م -م. في الحاله دي بتسوس طب ده تاني عامل تالت عامل انا عندي حاجه اسمها اه احنا قلنا التوس سبتبيليتي قابليه السن وعندنا البكتيريا ستريبتوكوكاس ميوتنت وعندنا عامل الوقت تمام التايم فاكتور التايم فاكتور لو اتوفر يعني انا دايما نقول العيان اقل حاجه تغسلها مرتين في اليوم مره الصبح ومره بالليل ده على الاقل هو المفروض بعد كل وجبه ليه لو عامل الوقت ده اتوفر التسويس هياخد وقت فهيبدا يحصل تخمر او اختمار في السنه فبالتالي التسويس هيتكون وفي الحاله دي زي ما قلت لحضرتك في الاول ان هو irreversible يعني ايه لا رجعه فيه بمجرد ما تكون مجرد السوسه ما دخلت خلص الموضوع او الدرس خلص, خلص الموضوع, الموضوع. أبع لازم نلحقه أبع. بقى ان هو ساعتها بالحشو العادي او الحشو التجميل ففي الحاله دي زي ما بقول لحضرتك لازم نلحق الموضوع نلحقه ازاي او نمنع التسوس ازاي لازم نستعمل الفرشه بشكل وتكنيك مظبوط <applause> لازم نستعمل المعجون الخاص ودي نقطه مهمه جدا الخاص بكل سن بمعنى انا لاحظت في العياده عندنا في مشكله كبيره جدا ان اسره مكونه من اربع افراد الاب والام والاطفال بيستخدموا معجون موحد طبعا ده كارثه لا كارثة ازاي يا دكتور اذا كان معظم البيوت المصرية هي انبوة يعني هي انبوبة واحدة بس للمعجون وبنقول <applause> الفرشة اه الخاصة بكل هقول شخص هقول لحضرتك طبعاً. ليه كارثة نسبة الفلورايد احنا <applause> عندنا نوعين معجون <applause> معجون خاص بالاطفال <applause> ومعجون خاص للكبار ايه الفرق بين الكبار والاطفال الاثنين فيهم فلورايد بس نسبة الكبار عالية جدا لان طبقة المينا عندهم قوية جدا <تصفيق> <تصفيق> تمام فلو محتاج اعادة تعدين الفلورايد بيعمل اعادة تعدين للسنة تمام فهنحتاج كميه كبيره من الفلوريد طب والاطفال الاطفال بيدخلني في مشكله تاني لو استخدمت استخدمت الفلورايد بتاع الكبار فبالتالي الفلوريد بيزيد لان هو مش محتاج القطر او الكميه الكبيره دي فبنستخدم مع الطفل كميه فلورايد قليله طيب في حاله ان انا استخدمت الكبار بيعمل مشكله والحقيقه نتطرق ليها هي هشاشه الاسنان اه طبعا ده ده يعني ده سبب من اسباب ضمن الاسباب ده, ده كان سؤالي اللي جاي ايه هو هشاشه الاسنان وايه هي اسبابها؟ بيعمل حاجه اسمها فلوروزز ايه الفلوروزز؟ دي زي نقط صفرة كده تمام بتبدا تاثر على طبقه المينا في الحاله دي بنبدا ان احنا طبعا نغير المعجون وفي الحاله دي برضو بنبدا نلجا للحل التجميلي الاول هوليوود سمايل في الحالات اللي زي الفلوروزز طيب ايه تاني؟ بيأثر او بيؤدي لهشاشه الاسنان حاجه اسمها هايبوكالسيفيكيشن ايه الهايبوكالسيفيكيشن ده نقص الكالسيوم في الجسم نقص الكالسيوم ده بيجي من ايه من عدم او سوء التغذيه اللي, اللي بيتعرض له الطفل من وهو صغير بمعنى الطفل دلوقتي في المجتمع بتاعنا بقى بياكل الحلويات بشكل قوي جدا الشيبسيات الكلام ده كله مواد حافظه كتير جدا طبعا كل ده بيأثر على صحه الاسنان وصحه الجسم عامه طيب نأدي او آه نغير الموضوع ده ازاي؟ نلجا للحاجات الطبيعيه طب احنا قلنا السنة بتتكون من معدنين اللي هما الكالسيوم والفوسفيت، طب الاقي الكلام ده فين؟ الاقي الكالسيوم والفوسفيت في الالبان، في الجبن، في البيض، في الزبادي، في الفواكه والخضروات، في البروتين، كل ده مهم جدا لازم اطلع النش على الاكل الصحي ما ينفعش ان هو يطلع على اكل في سوفت فود اكل فاست فود سريع حاجات مش يعني فيها مواد حافظه كتير فطبعا في الحاله دي لازم نلجا للتغذيه السليمه بما اننا بنتكلم على الاطفال وحضرتك دخلتنا من بدايه النشأ هل عادات زي مص الصباع او العض او الكلام ده كله في الاطفال ممكن ياثر على الاسنان ده بيأثر بشكل غير طبيعي نخلي كل ام تنتبه طبعا يا يري... ريت لان الموضوع ده فعلا بيواجهنا انا دلوقتي كطفل حطيت صباعي كده بيعمل مشكلتين او ثلاث مشاكل كمان اول مشكله الثم ده او الصباع ده بيبدا يزق الفك العلوي لفوق فبيحصل حاجه بروتروجن بيطلع لبره اه اللي هو بروز الاسنان او بروزها لبره اه دي اول مشكله مم. طب ايه تاني مشكله الاسنان اللي تحت بيبقى مضغوط عليها من العقله دي فبالتالي بيحصل لها بتدخل لجوه انتروجن بتدخل لجوه آه. يبقى الاسنان الاماميه العلويه بارزت لبره يحصل لها بروتروجن طب والاسنان السفليه, السفلية حصل لها جوه. دخلت لجوه تالت مشكله بيحصل حاجه اسمها اوبن بايت ايه الاوبن بايت دي في فتحه فم بتبقى موجوده يعني الدروس تبقى متطابقه على بعض وقافله على بعض وهو يبقى قافل كده ما يبقاش قافل للآخر آه، ده نتيجه للثم ساكنج او مص الاصبع تمام نفس القصه في الشفه ونفس القصه ده حتى التنفس عن طريق الفم بيؤدي الى بروز الاسنان وفي الحاله دي ما... أبيض آه، طبعًا معقوله طبعًا. يعني الطفل لو هو صغير بيفتح بقه وهو بيتنفس طبعًا. قوي او جامد ده بياثر ده على ده موضوع مهم جدا وبنبقى متابعين مع دكتور الانف والاذن ولازم لو عنده اي مشكله في الانف والاذن لازم يكشف ويحلها بامر عاجل لان بيأثر فعلا على المدى البعيد على اللونج تيرم على الاسنان طبعا. طب دكتور احنا عايزين نتكلم على بعض الامراض اللي هي الامراض المزمنه زي السكر مثلا وتأثيرها على الاسنان. تمام. السكر احنا عندنا بيعمل مشكله. بيعمل حاجه اسمها بون ريزوربشن او ارتشاف العظم. ايه الارتشاف العظم او تأكل العظم ده؟ بيبدأ مستوى العظم تمام بيقل. احنا في ثلاث حاجات ماسكه السنه. حاجه اسمها بريدونشيم ايه ده بيتكون من ثلاث حاجات العظم اللثه الاربطه او الانسجه اللي ماسكه العظم بالسنان الثلاث حاجات دول بيبدا يقل او ينحدر او يحصلها يرت... يحصل لها ارتشاف او تاكل في القصه دي كلها فبيبدا يحصل لخلخه في الاسنان ودي بنلاحظها كتير في مرضى السكر مه. طيب ايه الحل الحل ان احنا لازم نحافظ على آه الدواء السكر كويس آه الفطار بتاعنا المشي كويس نشرب ميه كويس ده لازم اظبط السكر ده الاساس طيب ايه مشاكل تانية بتقابلنا في الامراض المزمنة بالنسبة للسكر بيقابلنا طبعا الجير طبقة الجير في الطبيعي بتتكون عند اي شخص طبيعي من 6 شهور لسنة تمام وعشان كده بننصح ان احنا ننظف الاسنان بتاعتنا من ست شهور كل من ثلاث شهور لست شهور لكن في مريض السكر بيبقى الموضوع اكبر شويه او اكتر شويه فبننصح مريض السكر لازم كل ثلاث شهور يجي ينظف الاسنان عشان بيحصل حاجه اسمها بيردونتال ابسس خريج تبع اللثه تمام وبيحصل طبعا الجير كميه الجير بتبقى اعلى شويه فلازم بنبقى مهتمين شويه بصحتنا بالنسبه للامراض المزمنه بنهتم شويه بيها وبنعمل تشيك اول باول اوقات كتير قوي ومشكله كبيره قوي رائحه الفم الكريهه رائحه الفم الكريهه ليها علاقه باللسة طبعاً. ولا بالمعده الاثنين الاتنين <applause> الاثنين ايه اللي بيحصل بسبب الاسنان يعني هتكلم على الشق بتاع الاسنان تمام <applause> دلوقتي حاجه اسمها هليتوزز. الهليتوزز الهليتوز دي ريحه وحشه نبكى عن الجير اللي موجود في الاسنان <applause> طب يا دكتور ده انا بغسل سناني بتاعي طيب حضرتك اخر مره نظفت الجير امتى؟ هيقول لي هو ده من خمس سنين ست سنين، طبعا ده غلط. لان الجير دي دي عباره عن ترصبات جيريه بتحصل على اسطح الاسنان. مه. بيحصل حاجه فيها اسمها فود امباكشن يعني تبدأ تلم بواقي اكل بكتيريا الكلام ده كله طبعا بالتالي بيعمل روايح كريهه. طيب الحل عشان اعالج الموضوع ده بنبدا ننظف الجير ده كل ست شهور نعمل تشيك اب اول باول, بأول. بنمنع البكتيريا او بلاك او بننظف كل القصص اللي ممكن تادي للريحه الكريهه دي بنكتب على تكنيك صح بيمشي عليه يوميا بنكتب له لو محتاج على موثوش او مضمضه تمام يمشي عليها برده يوميا لمده اسبوع وبنبدا نعمل نراقبه وهتلاقي الموضوع ده انتهى خالص تماما لكن لازم نشيل المشكله من اساسها عشان كده الجير لان هو بيبقى طبقة خشنة شوية بيتراكم عليها بواقي الاكل لكن الاسنان لو ما عليهاش الجيل بتبقى مصقولة بتبقى ناعمة او مصقولة فما بيبقاش الاكل الوضع هو عليها. هو ده الوضع الطبيعي اصلا ده الوضع الطبيعي عشان ما يعملش البكتيريا اللي ممكن مزبوط. تسبب الروائح حضرتك اتكلمت كتير عن الفلورايد الفلورايد ايه اهميته؟ الفلورايد بيعمل حاجة اسمها إعادة تعدين للسنة أو remineralization طيب إيه إعادة تعدين للسنة؟ أحيانا بيحصل شروخ في الأسنان او تسوسات مش بدايه تسوسات بدايه شرخ فايه اللي بيحصل في الفلورايد بيبدا يعمل زي جدار حمايه او وقايه لطبقه المينا فلما بيغطي طبقه المينا بيعمل لها وقايه فبالتالي بيمنع اي تسويس ان هو يتكون بس بمقدار معين يعني زي ما قلت لحضرتك في الاول لازم الفلورايد الخاص بالاطفال يبقى للاطفال الفلوريد خاص للكبار يبقى للكبار. هي بتبقى ليها نسب. نسب هي معجون اسنان اطفال معجون اسنان كبار فاي صيدليه هيتقال كده هيدي لك اللي انت عايزه بس ما نستعملش نفس المعجون. سؤال مهم جدا فضل. وشكوى في ظل الازمه الاقتصاديه والظروف الاقتصاديه اللي احنا موجودين فيها وعايشين أكيد. فيها حاليا. اسعار جراحات تجميل الاسنان غاليه جدا المواطن يعمل ايه والمريض يعمل ايه في ظل الغلاء اللي احنا عايشين فيه لو انا فعلا عايز اروح ان انا اجمل اسناني اعمل تبييض اعمل هوليود سمايل ده حتى حشو العصب او الحشوات تبقى غاليه جدا احنا مش غاليين <applause> انا من برنامج طبيب مصر بنوجه لحضرتك ان فعلا بجد حضرتك مقب... العياده عندك اقتصاديه لحد ما الحمد لله طيب هي الفكره طبعا لما بيجي لي مريض عايز يجمل اسنانه احنا ما بنصدمش المريض باوبشن واحد او بن بن يعني بنجبره على اوبشن واحد لا زي ما قلت لحضرتك مجال طب الاسنان بقى واسع جدا بحر اه جداً, جدا جدا انا يوميا كل يوم بسمع جديد جدين. عن مجال الاسنان وطب الاسنان وتجميل الاسنان ما بقاش بس مجرد التبييض بالليزر او الهوليود سمايل اللي احنا كنا احنا معنا. بنبدا من اول السكيننج اند بولشنج تنظيف الاسنان والتلميع لحد تركيبات الفينيرز والهوليود سمايل فاحنا عندنا كاتيجوريز كتير او اقسام كتير جدا بنشرح للمريض قسم قسم منهم واللي يناسب حالته الماديه والاجتماعيه والنفسيه واللي يناسبه هو كمان يعني اللي يناسب وجهه اللي يناسب البردونشن بتاعه اللي يناسب حالته هو نفسه بعيدا عن الحاله الماديه طبعا بنطبقها يعني تمام طب انا عايز اسال حضرتك احنا دلوقتي بنقول ان احنا لازم نبدا بالتغذيه السليمه في النشا من هم صغيرين علشان مزبوط. يبقى عندهم اسنان صحيه وكمان يكون جسمهم كمان عندهم صحه قويه الام هل تغذيه الام اثناء الحمل بتاثر على الطفل نفسه زي ما بيقولوا الام مدرسه يعني الام الاساس الام اهتمت بصحتها وقت الحمل طلع الـ الـ الطفل نشأه سوي وصحته سليمة تمام الأم ما اهتمتش واهتمت بالأكل الفاست فود الـ 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 في الأكل فيه مواد حافظة ما اهتمتش بأهم حاجتين أهم حاجتين ده الأم المفروض تاخد كالسيوم ألف ملي جرام يوميا طبعا إحنا ما بنشوفش الكلام ده يعني هنا بس لازم نهتم بصحتنا أهم حاجة الألبان الجبن الزبادي آه الخضار والفاكهه، بروتين، الحاجات دي مهمة تماما عشان براعم الأسنان اللي طالعة تبقى طالعة سليمة وصحية، ما يحصلش فيها المشاكل اللي إحنا بنشوفها حاليا، نلاقي بطش صفرا أو نقط صفرا، نقط بيضة عاملة زي التبشير كل ده بيبقى نقص كالسيوم ونقص معادن في الأسنان من الأم أصلا. عايزة حضرتك تقولي نصائح الام ازاي تعود طفلها من وهو صغير عشان يحافظ على اسنانه وفي نفس الوقت عايزه نصائح للكبار كمان ازاي نحافظ على اسناننا طيب عشان احافظ على اسناني الموضوع بسيط جدا وما فيهوش اي كمية لازم يعني الف ب اسنان واحافظ على صحه الفم واللثه استخدام استعمال الفرشه والمعجون طيب استعمل الفرشه والمعجون ازاي بالنسبه للكبار والصغيرين والكبار هم اللي هيعلموا الصغيرين لازم ابقى واقف معاه طيب انا جبت الفرشه اهو هدخل شعر الفرشة بزاوية أو بميل 45 درجة للفك العلوي تمام وببدأ أعمل حركة دائرية تمام وبمشي من فوق لتحت كأني بطرد حاجة من اللس ده بالنسبة للفك العلوي طب الفك السفلي نفس القصة بدخل بميل 45 درجة وببدا امشي بحركه دائريه وامشي من تحت لفوق عشان اطرد اي بواقي اكل اي بكتيريا مع استعمال المعجون وبنقسم بقنا اربع ارباع كل ربع بياخد نص دقيقه يعني انا ما سيبش الفرشه قبل دقيقتين لان طبعا احنا بنلاقي طعم المعجون حلو وكده وبنسيب <applause> الفرشه وبنجري لكن طبعاً, <applause> طبعا احنا عايزين نقسم بقنا اربع تربع كل ربع ياخد حقه نص دقيقه يبقى ما الفرشه قبل دقيقتين بالنسبه للكبار والصغيرين تمام <applause> طب دكتور دلوقتي انا عايزه اسال حضرتك الفرق ما بين التبييض بالليزر او هوليود سمايل زي ما بنقول بدرجاتها او الفينيرز اللي هي بقت اخر حاجه وصلنا ليها حضرتك بتفضل ايه وايه الفرق ما بينهم طيب احنا دلوقتي جاني مريض تمام عنده اسنانه متناسقه جدا وجميله جدا هو اللي مضايقه بس اصفرار الاسنان في الحاله دي احنا بنرشح له يبقى تنظيف وتلميع وتبييض لان احنا زي ما قلت حضرتك في البدايه خالص احنا بنبقى كونزرفاتيف يعني بنحاول نحافظ على الاسنان من غير ما نلعب فيها خالص تمام يبقى احنا نرشح لك حضرتك الطبيب لان اسنانك متناسقه طيب انا جالي واحد تاني اسنانه صفرة وراكبين على بعض وحالته هو متضايق من الشكل تمام ورافض فكره التقويم هو قال لي انا مش عايز اعمل تقويم في الحاله دي احنا بنتدخل بنعمل هولد سمايل تركيبات ثابته بس في الحاله دي بنعمل بريدج او كوبري تمام لان الاسنان راكبه على بعض او يعني مش واخده التناسق المظبوط ففي الحاله دي بنبدا نعمل طبعا الهوليد سمايل بتاعتنا متناسقه باللون اللي يناسب بشرته ويناسب شكله ماشي وبنحدد القصه او الحكايه دي طيب ايه النوع التالت الفينيرز طب الفينيرز دي امتى استعملها واحد عنده جابس مسافات بين الاسنان مضايقاه ونفس القصة رافض فكرة التقويم آه عنده آه حشوات لونها غير مش كبيرة قوي بس لونها غير بنبدا ندخل في طبقه الفينيرز مهم. في الحاله دي طبعا في الحشوات او المسافات هو مضايقه مش لون الاسنان هو مضايقه كمان المسافات او الجبس اللي بين الاسنان مهم. خلاف مثلا لو واحد عنده حشوات لونها مغير مش هينفع معاه تبييض ففي الحاله دي بنضطر ان نركب الفينيرز اللي احنا بنبرد سطح السن من الخارجي بس بمقدار نص ملي وبنبدا ناخد المقاسات وبتتعمل خلال يومين او ثلاثه بالكثير في تركيبات يا دكتور اللي هي بتتحط مره on. واحده اه دي هل دي بيبقى ليها تاثير على الفوناتكس نطق الحروف والكلمات او كنت سامع ان هو ممكن يعمل خروج او بروز للاسنان الاماميه السناب اون ما ينفعش غير مع حالات معينه امتى الحالات المعينه دي لو حد عنده اسنانه صغيره جدا تنفع معاه لو عنده مسافات بين الاسنان بس الاسنان متناسقه مع بعض تنفع معاه طبعا هي فكره السناب اون ان احنا ما بيتمش اي برد في الاسنان خالص فبالتالي بتاخد حجم اكبر شويه من التركيبات الثابته لان احنا بناخد مقاسات هي اي حاجه ليها ميزه وعيب طبعا دي ميزتها ان احنا ما بردناش الاسنان ما فيهاش اي الم بتاخد وقت سريع جدا عشان تخلص لكن عيبها ان هي زي ما حضرتك قلتي بتعمل او بروز, بروز في الاسنان, في الأسنان شويه فدي في حالات ان الاسنان اصلا كانت كبيره ففي الحاله دي ما ينفعش معاه السناب اون او التركيبه المتحركه الهوليود سمايل المتحركه. تمام ايه العوامل اللي انا اختار عليها معجون الاسنان؟ العوامل اللي اختار عليها هي نسبه الفرايد بتبقى يعني بشكل كبير موحده بس في بعض المعجين بتبقى الفلورايد فيها, فيها اعلى شويه عشان حساسيه الاسنان اللي بنتعرض لها احيانا وده برضو حساسيه الاسنان دي بتحصل بسبب تراكم الجير اللي اديله فتره بيبدا يحصل حاجه زي ما قلت لحضرتك ارتشاف او تاكل في العظم فبالتالي الجدر بيبقى متعري شويه ربنا خالق الجدر متغطي بلثه وعظم فبالتالي الجير بيبدا ياكل اللثه والعظم ده تمام فبيبدا الجدر يتعري طب عشان اعمل إعادة تعدين للسنة دي الفلورايد بيبقى في بعض المعاجين بيبقى زيادة شوية وبنصح برضو المرضى بعد ما نخلص تنظيف بالفرشة والمعجون نخلي رغوة المعجون في بقنا دقيقتين ثلاثة وبعديها نمضمض بحيث إن الفلورايد يبدأ يترسب على سطح الأسنان عشان يعمل مفعول كويس مع الأسنان إيه رأي حضرتك في بعض أنواع المعجون اللي بتكون للتبيض؟ آه يعني مش بنفضلها يعني للأمانة مش بنفضلها يعني آه في بعض الحالات ما بتديش ممكن تعمل تلميع وليس تبييض يعني في بعض المعاجين بتبقى يقول فحم وحاجات دي ايوه كنت لسه عايزه اسال حضرتك وطبعا انا مش هقدر اقول انواع اسماء طيب انواع طبعاً. بس كنت عارفه ان بعض انواع المعجون لا ما يستخدمش غير مرتين اسبوعيا بس لانه بيعمل على تاكل, تأكل الطبقه تاكل طبقه المينا بص كل دي كيميكالز كيماويات واي كيماويات بتتحط على الاسنان بشكل غلط تمام هتؤدي الى تاثير سلبي على الاسنان لازم نرجع للطبيب اللي احنا متابعين معاه لما نيجي ناخد اي اي خطوه في موضوع تبييض الاسنان يفضل عن طريق العياده او الدنتال اوفيس تمام طب في نهايه الفقره عايزه روشته من حضرتك تقول لنا ازاي نحافظ على اسناننا وازاي وامتى نلجا للطبيب وما نخافش منه يعني انا اول ما يحصل لي ايه بالظبط لازم اجري على عياده طبيب الاسنان واشيل بقى موضوع الفوبيا والخوف ده جميل قوي عشان نبعد عن موضوع الفوبيا والخوف وما ندخلش في مشاكل كتير موضوع بسيط جدا نعمل تشيك او متابعه مع الدكتور كل ست شهور طب المتابعه دي ليه يا دكتور ده انا ما عنديش حاجه معلش ليه؟ اولا لو في بدايه تسويس او برايمري كيرز تسويس بسيط جدا نبدا نلحقه قبل ما يكبر لو في بداية تكوين جير عشان ما يعملش الرائحة الكريهة والمشاكل اللي بتؤدي بعد كده تأكل في العظم واللسة والكلام ده كله نلحقه تمام آه لو في أي حاجة عايزة تتعمل عايز تلميع عايز كل ده يتلحق في البداية تمام أحسن ما ندخل في مشاكل تانية آه استعمال الفرشة بشكل دوري أقل حاجة مرتين في اليوم المفروض الصح والسليم إن هو يبقى بعد كل وجبة يعني ثلاث مرات في اليوم لو عشان الـ الـ الشغل والكلام ده كله مدارس يبقى مرة الصبح ومرة بالليل زي ما قلنا هندخل شعر فورشة بزاوية أو بميل خمسة واربعين ونمشي بشعر فورشا من فوق لتحت تمام ونفس القصة من تحت من تحت لفوق آه هنقسم بقنا أربع تربع كل ربع بياخد نص دقيقة في اخر حاجه طبعا لو في بعض الحالات بنستعمل احيانا المضمضه او الماوث ماده اسمها كلوروكسيدين دي بتقتل البكتيريا اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه اسمها ستريبتوكوكاس ميوتن اللي بتقتل. بتؤدي للتسوس مظبوط يا فندم تمام ولو عملنا الكلام ده اسناننا هتبقى سليمه وزي الفل سؤال نهائي واخير مني انا شخصيا قرقشه الثلج بتؤدي لمشاكل الاسنان ما تقوليش ده... لا يا دكتور انا الموضوع ده جالي مريض قال لي انا ما بشربش ميه وبعشق الثلج قلت له ازاي قال لي يعني انا بحب ارقش الثلج فارجوكم نصيحه بلاش موضوع اشتتال بيحصل شروخ وكراكس في الاسنان بعد كده بتادي لكسور فمن فضلكم <applause> خليها ايس كريم بلاش تلج <applause> شرفتنا ونورتنا يا دكتور وكانت فعلا فقره اكتر من رائعه في نهايه فقرتنا بشكر الدكتور مينا وجدي اخصائي جراحه وتجميل الاسنان زميل كليه الجراحين الملكيه بلندن لطب الاسنان شرفتني يا دكتور فن. شرف لي فندم هنطلع فاصل ونرجع لكم مع الاستاذ الدكتور احمد ممدوح مختار استشاري جراحه العظام والعمود الفقري كلية الطب جامعة عين شمس زميل الكلية الملكية للجراحين بلندن انتظرونا بعد الفاصل